لديك سجادة طولها 7 أقدام وطولها القطري يساوي الجذر التربيعي ل74 قدم، أوجد عرض السجادة. إذا لنرسم سجادة هنا، لنرسم السجادة طولها 7 أقدام، لنفترض أن قياس هذا هو 7 أقدام هنا، ستكون مستطيلة الشكل نوعا ما، ولنفترض أننا ننظر للأسفل على السجادة هكذا، هذه هي السجادة، ثم لديها طول القطر قياسه الجذر التربيعي ل74 قدم، هذا يعني أن هذه المسافة هنا، سأرسمها أكثر إتقانا من تلك، هذه المسافة هنا هي الطول القطري للسجادة، والذي هو عبارة عن الجذر التربيعي ل74 قدم، والمطلوب منا أن نعرف عرض هذه السجادة أو إيجاد عرض السجادة. لنقل إذن أن هذا هو عرض السجادة وسأعبر عنه بW. الآن يمكن أن تدرك أن ما قمت برسمه هنا هو مثلث قائم الزاوية، دعوني أتأكد من أنكم قد فهمتم ذلك، هذا مثلث زاويته 90 درجة هنا، وبما أن في هذا المثلث زاوية قياسها 90 درجة، إذن يعتبر مثلث قائم الزاوية. الضلع المقابل للزاوية القائمة أو زاوية 90 درجة هو الوتر أو الضلع الأطول، ويساوي الجذر التربيعي ل74، والضلعان القصيران هما W و7. ومضمون نظرية فيثاغورس أن مجموع مربعات الضلعين القصيرين يساوي مربع الوتر أي مربع الضلع الأطول. إذا لدينا W تربيع مربع هذا الضلع زائد 7 تربيع أي الضلع القصير الآخر يساوي مربع الوتر الجذر التربيعي ل74 تربيع. بالتالي نحصل على W تربيع زائد 49 يساوي الجذر التربيعي ل74 تربيع. حسنا، هذا يساوي 74، يساوي 74. يمكننا أن نطرح 49 من كلا طرفي المعادلة، فيتبقى لدينا W تربيع لوحدها، نطرح 49 من كلا الطرفين، الجانب الأيسر يتم حذف هاتان القيمتان، ويتبقى لدينا W تربيع يساوي كم ناتج 74 ناقص 49؟ 74 ناقص 49. حسنا، يمكن اللجوء إلى الاستلاف في هذا، وإذا كنت لا ترغب فيمكن القيام بالعملية ذهنيا، يمكن أن نحول هذه إلى 14 وهذه تصبح 6. 14 ناقص 9 يساوي 5، 6 ناقص 4 يساوي 2، فيتكون لدينا W تربيع يساوي 25. إذن W تساوي الجذر التربيعي ل25، الجذر التربيعي الموجب بالطبع. لنأخذ إذن الجذر التربيعي لكلا الطرفين، فين الجذر التربيعي الموجب، ونحصل على W تساوي 5، فنحن لا نريد أن تكون هذه القيمة سالبة أي ناقص 5، بهذه الحالة لن تكون هذه مسافة واقعية، إذا عرض السجادة يساوي 5، وهكذا انتهينا من حل المسألة.